مش تعدي السؤال بتاعك ولا لا؟ لا لا، نحن شوف، نحن عقليه جواليات بروفيسيونيل، ركزنا على الماتش نتاعنا، نسينا الكلام الكل اللي يتقال في البرة من الجمهور ولا في الميديا، قعدنا مركزين على التيران ومركزين في الاوبجيكتيف نتاعنا. الحمد لله اليوم الاوبجيكتيف، يعني واحد من الاوبجيكتيف اللي حاطين يوم هو نترشحوا للفينال. الحمد لله وصلنا للفينال، فرحنا رواحنا وفرحنا الجمهور اللي متواجد هنا والشعب التونسي اللي نعرفه قاعد يتفرج فينا ويسند فينا. الحمد لله ان شاء الله نكمل يا ربي الفينال ان شاء الله. بونتو في اخر دقيقة، يعني صراحة شو نقول لك معناها؟ لا لا ما نقولش كلمة كيفاش عشتم لحظات؟ لا لا بيان سور، والله تو مازلت انا قاعد نعيش فيهم صراحة. في اخر لحظة تمركي بونتو الثقة هذيك، فرحة كبيرة برشا، ما نصورلكش قداش هي الفرحة، وما تصورش الفرحة نتاع الناس، معناها الجمهور التونسي. دونك الحمد لله الحمد لله، الفرحة هذه إن شاء الله يا ربي تكمل الفينال إن شاء الله في الآخر. مرات سبيسيال اللي كنت يا فرد المصورة. ريت هضرت في الجزائر بالكدا، خاطر احنا ريناها في الريبلاي، أنه فما ضربة جزاء فما كونتاكت، تعطي ناس إيش قولك؟ والله ما نعرف، توما في التلفزيون تشوفوا خير، والله ماني عارف أنا، قالوا مش بلانتي مش بلانتي. نحن هذه الكرة نجم يزفر بلانتي نجم ليه، قعدنا مركزين لآخر لحظة. الحمد لله احنا تمنينا المباراة ما تمشيش، معناها البرولونغاسيون. تعرف كانك مشي برونغاسيون ما عندناش برشا وقت نحضر النهائي. الحمد لله ربي كرمنا في اخر لحظه وربحنا وفرحنا الشعب نتاعنا، وان شاء الله يا ربي نكملوا ان شاء الله الفرحه تكمل الفينال. مات سبيسيال اللي كنت في المصوره؟ بيان سور سبيسيال، في كنت نلعب في مصر لمده طويله وثم علاقه خاصه مع الشعب المصري والجماهير المصريه. الحمد لله نقولهم هارد لك كيما يقولوا بلغتهم هما، وان شاء الله يكملوا مهرجان ان شاء الله. ربي كرمنا ذي كلمه سي المنظر نتاع الكل. من بلادنا نتاعك. يا ربي ربي كرمنا، الناس الكل نقولوا احنا مؤمنين ومسلمين، الحمد لله ربي كرمنا وان شاء الله بزيد كرمنا.